السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحلقة الخامسة أو محاضرة الخامسة. هنكمل بإيه؟ اللعبة الأولى إحنا بنعملها. إحنا عملنا قبل كده لعبة عبارة عن حاجة مثلا إيه، عملنا عربية كده بتروح يمين وشمال، بس هنحط مثلا عربيات كأنها بتمشي قدام كده، وإحنا لما تظبط صور ديزاين هتحس هي بتمشي، لكن مش بتمشي، هي آخرها يمين وشمال بس. بس الحاجات اللي بتيجي عكسها هتحس عربيات بتمشي. الحاجات دي بقى هنعملها دلوقتي حالا. محتاجينها، انا عندي هنا محتاج احط كيوب تاني، احط كيوب هنا، خلي الكيوب ده بتاعي محطوط فوق، وهعمل اسميه مثلا كارس. حلو كلام، حلو كلام. هعمل هنا سكريبت واسميه هنا ايه، كارس. ازود حرف اس عشان مبقاش الاسمين شبه بعض، وهربط ده بين ده اهو، هربط بين ده وبين ده. وبعدين هكتب ايه دي، على فكره المفروض كمان هربطها، بس هخليها بشكل مؤقت، ونفتح الكود بتاعي، وبعدين همسحها دي واحط، عشان اعملها في شكل فابس اهو. هنا بقى في هعمل متغير، مثلا اقول مثلا بابليك، هكتب هنا هعمل متغير، اقول بابليك مثلا فلوت، بابليك فلوت سبيد ايكوال مثلا 8. عند ال هكتب عند الستارت، لا مش هكتب عند الستارت، هكتب عند الابديت ترانسليت دوت، عند ترانسليت دوت ترانسفورم دوت ترانسليت ترانسفورم دوت راد ترانسلين فيكتور 3 فيك فول فيكتور. عندي هنا فيكتور 3 دوت داون اهو، دوت داون مضروبه في السبيد، هنضربها في السبيد عشان سرعتها تزيد، ودوت هنضربهم فين، هنضربهم في التايم تي اي ام اي دوت تايم ديت، اهي السبيد بتاعي، عشان انا بدوس كنترول اس عشان تسيب مباشرة. ومجرد بس يعني ايه، انا دي انا عايز اعملها فابس، احطها هنا كده بقت فابس. ممكن تحذفها، ممكن تطلع 1 2 3 10 مليون زي انت ما عايز بقى. انت بقى وتخطيطك للعبة، جرب كده قلتلهم نزلوا اهو، بس نزلوا بس خلاص، انا مش عايز ينزلوا بس، انا عايز ينزلوا ويجي غيرهم. يعني انت بتعمل لعبه. طيب خليني احذف الحاجات دي. طيب عشان ده يحصل انا محتاج اعمل كيوب فاضي، يعني نخلي دي كده موجوده. هعمل جيب اوبجكت، احط اعمل كيوب فاضي، مش كيوب فاضي، هعمل جيب اوبجكت فاضي، هسمي جيب اوبجكت، خليها باسمها كده عشوائيه اهو، خدها كمان كوبي، وهعمل سكريبت خاص بيها، كرييت سكريبت جيم اوبجكت، هسه احط في اخرها حرف التي، ودي طبعا هربطها بالجيم اوبجكت، ودي طبعا هربطها بالجيم اوبجكت دي، يعني كان انا عامل نفس الخطوات الاولانيه. بس الخطوه هنا بقى في الجيم اوبجكت ده، هنا يحط هعمل هنا متغير من نوع الجيم اوبجكت عشان اربطها بالكارس، من الكارس اللي هي في الفيبس. اروح كده بقى افتح الجيم اوبجكت ده، الفايل سكريبت بتاعي اهو، اقول هنا مثلا هو مدين لون احمر هنا كده، ايه معترض ولا ايه؟ لا خلاص الحمد لله. اقول هنا مثلا بابليك جيم، لا هيستنى ولا ايه؟ لا بابليك جيم اوبجكت فاب مثلا، فاب انا كده سيفت. هنا بقى في الجيم اوبجكت بتاعي ده هيطلب منك الفابس بتاعك، ايه فابس بتاعك، الفابس بتاعك اللي عشان يحصل فيه تكرار، ماشي اهو، هو ده الكارز، ماشي اهو، اسحب كارز واحطها هنا اهو الفابس. يعني كان مثلا هنا بقول له برايف جيب اوبجكت يتساوي مثلا ايه اللي هو الكارز اللي انا كتبتها هنا. طيب كده كده في متغير تاني انا عايز اعملها،
هعمل برضو متغير، هقول مثلا public float، هقول مثلا public float مثلا second، وبعدين اقول لكم دي فايدتها ايه في second يساوي واحد، واقول هنا مثلا public او اخلي دي private float برضو next. طيب واقول هنا فيكتور، المره دي هنستخدم فيكتور 2، هستخدم المره دي فيكتور 2 وهسميها سكرين، ماشي. واقول هنا السكرين دي بتساوي نيو فيكتور، السكرين دي بتساوي فيكتور 2، واقول هنا الكاميرا كاميرا دوت مين دوت اسبكت، احنا طبعا عرفنا الاسبكت دي كانت مضروبه في كاميرا دوت مين، برضه نفس الحكايه كاميرا دوت مين دوت اذر دوت اذر جرافيك سايز، ضروري جدا ماشي. وبعد كده هعمل كوما، هعمل كوما عشان الفيكتور 3 بتاخد تلات بارامترات، برضه محتاج البارامتر التالت هو نفس الحكايه، يعني ده في ده وبرامتر التالت هو ده برضو نفس الحكايه. طيب دي كده عرفنا سكرين، نروح عند الابديت هنا، هو ابديت عشان يعني ابديت عامل ايه زي التايمر، يعني عشان الحاجات دي هتفضل نازل على طول كده. عرفت السكريبت اللي انا كتبته ده انا حطيته في الجيم اوبجكت، والجيم اوبجكت بقى موجود هنا، وده حطيت في الايجيبشن الجيم ده، فاذا الكود اكتبه هنا اقدر اتحكم في الحاجه اللي في الفابس دي واخليها تفضل ايه نازله على طول. طيب طيب هنا اقول ايه بقى اف تايم، هو التايم عندي برامتر في عندي من ضمن المكتبه او في الريفرنس موجود عندي في اليونتي حاجه اسمها تايم دوت تايم اف تايم دوت تايم، لو الوقت بتاعي ده اكبر من نيكست تايم نيكست تايم، وانا ما عملتش ليها طبعا النيكست تايم بتاعي انا ما عملتش لها اي رقم، فكده هيديله رقم عشوائي صفر، فاكيد طبعا الرقم العشوائي موجود دلوقتي حالا صفر، فبالتالي ايه هتفضل عمليه اللوب شغاله على طول. فانا اقول النكست تايم بتاعي ده عايز اديله قيمه، واقول له بيساوي تايم بيساوي تايم دوت تايم بلس، يعني هي بتساوي نفسها بلس السكند، يعني السكند دي بتاعي عرفنا السكند بيساوي واحد، يعني كان عم بعمل برامتر يعني شغال، يعني عداد شغال 1 2 3 4 تغيب. ليه بقى؟ عشان يديني تكرار، وانا التكرار ده مطلوب انا عايزه. اقول هنا مثلا فيكتور 2، اقول مثلا هنا فيكتور 2، اختار 2 ولا 3 والله ما فاكر، فيكتور 2 مثلا اسميه مثلا اس ايكوال نيو فيكتور 2، محتاج العشوائي بتاعي راندوم اللي هو لما يجي يرمي لي الكور دي بالبركه، فمحتاج مش محتاج احدد عدد، لو محتاج عدد احدد عدد معين، اقول مثلا ايه هنا مينيموم مثلا ماكسيموم الراندوم ده راندوم دوت رينج الاوت سول دوت رينج، هي بتاخد 2 برامتر 1 مثلا 1، بس انا مش عايز الارقام دي، يعني كده حددت عدد حد اقصى، وممكن احدد حد اقصى حد ادنى مثلا من 5، وحدد اقصى مثلا 20 مرة ماشي او 10 مرات او 20 مرة، بس انا مش عايز كده مش عايز كده خالص، انا عايز العدد نفسه بيجي لحد ادنى ليه اللي هو الحجم بتاعت السكرين نفسها، هو الايه الحجم بتاعت السكرين نفسها. فاقول هنا مثلا ناقص سكرين دوت اكس، وهنا برضو اقول له الحد اقصى دي برضو دوت اكس، يعني يعتبر شبه يعتبر ايه شبه بعض. وفي الاخر البارامتر الثاني بتاع الفاكتور، الفاكتور ده بياخد من بارامترين، البارامتر الاول الرقم العشوائي، البارامتر الثاني بقى البارامتر الثاني برضو نفس الحكايه دوت واي. طيب السفر كده دوت واي ماشي، وانا هكتب حاجه اسمها انس، هكتب حاجه اسمها ايه انس تنت، برضو من ضمن الحاجات المطلوبه لعمل التكرار
انستليشن ماشي عشان ابدا انستليشن فاب. انا عشان ابدا فاب فاب ولا فاب مش تاب فاب اللي هو فاب بتاعي ده اللي بيحمل الجيم اوبجكت ده، عشان ابدا اعمل ايه ابدا ارتب بقى حاجات. يعني الاوبجكت ده يعني انستليشن يعني يبدا ينفذ الحاجات، احط ده الفابس ده والبارامتر التاني اللي هو الاس ماشي. يعني كانك بتعمل كرييشن اوبجكت جديد، الاس هو ده. وبعدين الاخر حاجه في حاجه اسمها اكتب هنا كونتيشن دوت لا انكويشن دوت ايديا انديفيتي وسايف على الكلام ده كده. وبص بقى كده جرب شوف اهو شايف، هتلاقي كمان حاجات عشوائيه يعني مش يعني ممكن ايه جايه يمين وشمال او يعني جاي يمين جاي ما عرفتش بقى الحاجات اللي جايه يمين وشمال فين. يعني كده تحس ان بتعمل سباق عربيات، وممكن كمان تحدد في السبيد بتاعها، مش كده انا اقصد عليه. بس انا ممكن لو عايز تحدد في السبيد بقى بتاعت سرعه الحاجات اللي داخله دي، فممكن تقول هنا السبيد بتاعك مثلا 8، خلي مثلا ايه 100 وجرب كده شوف. بس قبل ما تعمل الفابس الله لا يعني نفت اهي، بس ماشي صواريخ خليها مثلا 15 الكارتس، هي بقت اسرع شويه من يعني تحس هي بقت اسرع شويه كده، خليها 20 او مثلا ايه 25. شوف بقى الفرق عامل ازاي. بعد كده الدرس الجاي ده بقى هنقدر نقول ايه بقى لما دي مثلا تخبط في في الاوبجكت بتاعي ايه اللي هيحصل مثلا كده يعني. ماشي، وشكرا لكم مشاهدتكم هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد فايد من جمهورية مصر العربية.